السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد خيال ودرس جديد من دروس برنامج الستريتور سي سي 2017 للمبتدئين. درس النهاردة هنتكلم فيه عن الجرافيك ستايل. الجرافيك ستايل هي مجموعة من التأثيرات الخاصة الجاهزة داخل برنامج الستريتور، بتقدر انت تستخدمها في اي وقت سواء على التكست او على الشيب. الدرس اللي فات طبعا كنا اتكلمنا فيه عن الابيرنس، وقلت لكم ان في علاقة جميلة جدا ما بين الابيرنس والجرافيك ستايل، وده اللي هنشوفه دلوقتي. عشان نوصل للجرافيك ستايل من داخل برنامج الستريتور بنروح لقائمة ويندو، بنلاقي حاجة اسمها جرافيك ستايل، اختصارها شيفت زائد اف 5، نضغط عليها بتفتح لي البانل دي، او لو انت مرتب عندك الايقونات هتلاقيها دي رمز بتاعها، الايقونة بتاعها لما بفتحها بتطلع لي كده. لو تلاحظوا حتى البانل اللي بتطلع موجود الابيرنس اللي احنا شرحناها درس اللي فات جنب الجرافيك ستايل، يعني انت دايما بتستخدمهم مع بعض او هم عادة على علاقة ببعض زي ما اتكلمنا. طيب الجرافيك ستايل زي ما قلت لكم هي مجموعة من التأثيرات اللي موجودة داخل الستريتور، وبصراحة الستريتور موفر مكتبة لذيذة جدا ومكتبة جميلة في الجرافيك ستايل، غير المكتبة بتاع الجريديانت كنت تحس انها فقيرة شوية، لكن الجرافيك ستايل المكتبة بتاعته بصراحة قوية، بجانب ان انت في اي وقت تقدر طبعا زي ما قلنا زي ما بتعمل في الجريديانت عملنا في الباترن عملنا في البراش، بتقدر ان انت تدخل على الانترنت وبتعمل سيرش على جرافيك ستايل استريتور بينزل لك جرافيك ستايل، بتقدر تستخدمه وتنزله في المكتبة عندك وتستخدمه اي وقت. انا دلوقتي عندي الجرافيك ستايل بالشكل ده، طبعا الايقونات اللي تحت دي احنا تعودنا عليها خلاص زي البراش زي الباترن نفس الشيء. الايقونه اللي عندي الاولانيه دي ايقونه المكتبه او الافكتات اللي جاهزه او التاثيرات اللي جاهزه داخل البرنامج، وهو مقسمها لي 3D ارتستيك ايمج افكت نيون تكتشر وهكذا. طيب ازاي بستخدم الجرافيك ستايل؟ زي ما قلنا الجرافيك ستايل بتشتغل معاك على اي شيء سواء تكست او عنصر، يعني انا لو جيت مسكت عنصر زي ده نجمة عندي زي دي، طبعا مش شرط تكون ستار او نجمة زي دي، انا بس ده مثل ممكن يكون اي شكل عندك ايا كان ايه هو، بروح هنا وبضغط، مجرد ما اضغط على الجرافيك ستايل بتاعي زي ما انتم شايفين بيبتدي يطبق لي التأثير اللي انت شفته هنا ده بيطبقه لي على الشكل عندي، اضغط كده يبتدي يطبق عليه، اضغط كده يبتدي يطبق عليه، كده كده وهكذا. حتى مع التكست برضو تقدر تعمل كده، ده مازال تكست اهو، بتروح تضغط هنا بيبتدي يطبق لك الستايل بتاعك. في تركيه صغيره كده، لو انت عايز تشوف الشكل او التاثير قبل ما تضغط، ممكن ان انت مجرد ما تضغط على الكلام او على الشكل اللي انت عايزه بتعمل رايت كليك وتثبت ايدك على الماوس، انا ما شلتش ايدي من على الماوس، فبيبتدي يجيب لك شكل التاثير قبل ما انت تطبقه. يعني بصوا انا ده لسه ما طبقتش عليه اي حاجه اهو، او واخد ده واخد التاثير اللي كنا عملناه هنا، انا عايز اخد التاثير ده، فبدل ما اضغط مباشره لا انا بضغط رايت كليك بالماوس طبعا واعلق ايدي كده بيبتدي يجيب لي الشكل قبل ما بيطبقه. نفس الشيء هنا اهو، نفس الشيء هنا كده، طبعا ده عشان انا واقف على التكست، لو واقف على الستار نفس الشيء رايت كليك بيبتدي يجيب لي التأثير بتاعي. طيب انا عندي حاجة تانية، لو انت عايز الرؤية بتاعتك تختلف هنا، هو دلوقتي عملها لك على شكل مربع كده للتأثير نفسه، فانت ممكن تغير الشكل ده خصوصا لو انت بتعمل مع التكست، بتروح هنا من المربع الصغير ده بتلاقي حاجة اسمها use text from preview، لو ضغطت عليها هتلاحظ ان هو حول لك الاشكال اللي كانت هنا لشكل حرف T، يعني بيقول لك ان ده الشكل او البريفيو اللي هيبقى مع التكست، فلو انت حابب تتعامل بالشكل ده اوكي، لكن انا بفضل ان انت تخليها يوز سكوير فور بريفيو، بتبقى الشكل ده انسب شويه معاك. طيب بس انا عندي التأثيرات دي، لا طبعا زي ما قلت لك انت عندك تأثيرات كتيره جدا ممكن تستخدمها، ان انت ممكن تيجي هنا في المكتبه لايبراري وتضغط كده وتقول له مثلا هات لي التأثيرات الخاصه بال 3D، لو ضغطت كده هيبتدي يفتح لك البانه اللي انت شايفينها دي او التأثيرات الخاصه بال 3D، بس برضه نفس الشيء انا بضغط هنا وابتدي اختار الشكل بتاعي ده وليكن حاجه زي كده. طبعا قائمه ال 3D احنا لسه ان شاء الله الدرس الجاي هنشرحها بالتفصيل، بس دي حاجه بسيطه بوريها لك، هي اوريدي جاهزه عندك في البرنامج تقدر تستعين بيها، تضغط كده يبتدي يعمل لك التأثير اللي انت شايفه ده. طبعا في اما نبتدي نخش في قوائم ال 3D وشغل ال 3D هتلاقي الجهاز معاك تقيل شويه بالنسبه لاستجابته للاوامر، خصوصا الناس اللي اجهزتها ضعيفه
الرامات عندها ضعيفة، كارت الشاشة ضعيف، فبيحصل تقل شوية في البرنامج أول ما نبتدي نخش في موضوع ال 3D. عندك برضو اداك حاجة ممتازة برضو زي كده. طيب انت مش عاجبك ال 3D، خلاص اقفلها، روح شوف تأثير تاني. طبعا اي تأثير انت بتعمله، بص هو نزل معايا هنا في البانر الرئيسية بتاع الجرافيك ستايل، مش عايز ده، عايز مثلا شكل النيون ده، افتح لك كده برضو، بتضغط بيبتدي يعمل لك اشكال زي ما انت شايف، هتقدر تطبقها سواء على التكست او على الستار النجمة زي ما قلنا. فكل دي مكتبة عندك تقدر ان انت تستعين بيها. في برضو افكت لذيذ جدا، سكروبر افكت، ده تأثير ممتاز جدا، انا بحبه بصراحة، خصوصا مع التكست، بيعمل لك شكل كده للتكست زي ما انتم شايفين، كأنه سكتش او كأنه مرسوم. طبعا كل ده عندك مازال فيكتور يعني، ومازال تكست يعني، بص لو كبرت كل ده عندك لسه مازال تكست، وتقدر برضه في اي وقت زي ما قلنا ان انت عادي سيلكت وتبتدي تكتب اي حاجة انت عايزها سواء عربي او انجليزي، لان هو لسه مازال معاك تكست. عندك برضه تأثير زي ده كده، بصوا حاجات كده، ففي تأثيرات وفي شوية جرافيك ستايل ممتازة جدا انا الاستريتور موفرها، وتقدر زي ما قلنا تنزل في اي وقت اي تأثير من على النت لو انت عايزه. طبعا ده برضه تقدر تعمله بمنتهى السهولة على اي شكل انت عايزه، على شكل مربع، شكل دايرة، شكل انت رسمه بالبين تول زي ما انت شايفين كده. طيب لو انا حبيت اسيف او احفظ مجموعة الجرافيك ستايل اللي انا نزلتها عندي دي، طبعا دي خلاص مجموعة جاهزة عندي يعني، بس افرض ان انا عملت شوية التعديلات دي واخترت دول وبدأوا دول ينزلوا هنا، فانا عايز اسيف البانر الرئيسية دي عندي، لان طبعا زي ما احنا عارفين لو فتحنا فايل جديد بيرجع تاني للديفولت بتاعه، زي برضو ما اتعلمنا بالظبط في درس الباترن وفي درس الجريدينت وكده، ان انت بتضغط هنا وبتقول لو سمحت تعمل لي سيف جرافيك ستايل، فبيقول لك انت عايز سيف دي ايه، انا بسيفها يا اما في المكان الديفولت بتاعها هنا، المكان ده اللي هو داخل البرنامج داخل الادوبي على السي طبعا عندك، او ان انت بتروح على الديسكتوب او في اي مكان تاني وبتبتدي تسميها. انا مثلا هسميها خيال واقول له اوكي. لو حبيت تستدعيها في اي وقت سواء داخل فايل تاني، لو انت فتحت فايل جديد، او حبيت تاخد الملف اللي انت سيفته ده تبعته لصديق تحتفظ بيه عندك عشان لو نزلت ويندوز فيما بعد، مجرد ان انت بتروح هنا يوزر ديفايند بتلاقي اسم خيال او البانل اللي انا كنت عملتها. يعني لو انا غيرت كده وجبت بانل زي دي ورحت في اي ملف تاني، مجرد ما بتضغط هنا بيعمل لك البانل بتاعتك اهي، فتحها تاني اللي هي اسمها خيال اهي، اللي انا كنت محتفظ بيها بكل الجرافيك ستايل بتاعي دي. فدي بتنفعك لو انت احتفظت او كونت لنفسك مجموعة معينة او مكتبة معينة، او ان انت نزلت مجموعة تأثيرات على من النت، فتقدر انت تحتفظ بيها في اي وقت داخل البرنامج، وتقدر انت تستدعيها تاني اي وقت سواء نزلت وينز جديد، انتقلت لجهاز تاني من جهاز شغل لجهاز البيت وهكذا. طيب برضو لحد دلوقتي احنا ما قلناش ايه العلاقة ما بين الجرافيك ستايل وما بين الابيرنس اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. الموضوع ببساطة ان انت كل دي تأثيرات عندك انت عملتها او البرنامج عملها لك قبل كده. طب هو البرنامج عملها ازاي او جابها منين، او ازاي اعرف التأثير ده اتكون ازاي؟ بمنتهى البساطة انت بعد ما عملت التأثير بتاع الجرافيك ستايل، لو رحت هنا لقائمة الابيرنس هتلاقي، خليني بس ارجع افتحها لكم كده، هتلاقي ان كل التأثير اللي معمول على التكست عندي هنا موجود اوريدي عندك في الابيرنس هنا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا كونت الشكل ده ازاي. فتقدر ان انت، الموضوع ده جميل جدا يا جماعه اهتموا بيه، تقدر ان انت تفتح الابيرنس في اي وقت وتشوف هو عمل دي ازاي من غير ما تسال حد ولا تقول الكلام ده اتعمل ازاي. فهتمسك حاجه تبص عليها، اولا مفيش هنا ستروك عندي خالص في الشكل بتاعي، هو بس مديله فيل، ولكن بص بقى ومقسمها لك اهو، بصوا عندك فيل 1 2 3 4، افتح كل فيل من دول وشوف ايه هي الخصائص بتاعته. لو فتحت اول واحد هلاقي ان هو مديله افكت اسمه سكرايب. طيب الافكت ده مديله ازاي وعرفت منين ان ده افكت؟ زي ما قلت لكم علامه الافكت هنا هي اللي هي الاف اكس، وموجود جنبي هنا اف اكس، فعرفت ان ده افكت. لو ضغطت عليه كليك واحدة بس هيطلع لي التأثير بتاعه، بيقول لي ان كل ده التأثير بتاعه. انت تقدر تعمل بريفيو من هنا وتغير زي ما انت عايز في الافكت بتاعك، بص حصل ايه حسب ما انت عايز، تقدر تغير الزاوية والدوران والكلام ده كله. طب الافكت ده جه منين اساسا؟
زي ما قلت لكم ما تستعجلوش، درس الافكت انا لسه هنشرحه الدرس الجاي، بس هو مديله كل الافكتات اللي واخده الشكل ده موجود عندك هنا. تقدر كمان ان انت مش عاجبك الافكت ده او مش عايزه، ان انت تقدر تقفل العين اللي هي دي. لو قفلتها كده ضاع الافكت من عندك. بص خلي عينك كده ركز على الجزء ده، بقفلها وبفتحها ضاع الجزء، ضاع الافكت اللي عندي اللي انا عامله. خليني برضو اكبر لك كده شوية. فبالتالي دي انا لو رحت برضو فتحت الفيل التاني كده بفتحه من السهم الصغير ده، بلاقي برضو ان هو واخد نفس الافكت بتاعه ولكن اكيد بقيم مختلفة او بزاوية مختلفة. حتى لقيت ان هو مديله الاوباسيتي بتاعه اللي هي الشفافية 60%، فانت ممكن تضغط كده وتخليها 100%. بص التأثير اختلف ازاي، ممكن انت تقللها بنفسك بالمنظر ده، ممكن تتغير النورمال بتاعك تخليه كرر دوج اختلف خالص. فدي ميزة الجرافيك ستايل مع الابيرز، ان انت بتقدر انت تعدل على الحاجة زي ما انت عايز. دي اولا. ثانيا ان انت تعرف الجرافيك ستايل ده اتكون من ايه، فدي بالتالي بتضيف لك انت عشان تعرف الشكل ده حصل ازاي. نفس الشيء برضه لو فتحت هنا برضه مديله نفس الافكت ولكن برضه بقيمه مختلفه وبلون مختلف. فدي ميزه مهمه جدا، ودي العلاقه ما بين الجرافيك ستايل والابيرنس. ومش كده بس، في العلاقه الاهم وده الدرس اللي احنا عاملينه اساسا، ان انت بعد ما خلصت الشكل بتاعك ده عايز تحتفظ بيه عندك. لو تفتكروا تعالوا نروح للدرس اللي فات، ده الدرس اللي كنا عملناه الدرس اللي فات، وانا عملت مجموعه التاثيرات دي على الافكت، على التكست سوري، وعلى الدايره زي ما انتم شايفين. دي الدايره اللي عملناها المره اللي فاتت. طيب انا خلاص عملت مجموعه التاثيرات بتاعتي دي وعايز احتفظ بيها، وارد جدا ان انا عايز احتفظ بيها لان عايز استخدمها فيما بعد وتبقى محفوظه عندي على الجهاز او محفوظه عندي في الاستريتور. ازاي اعمل الكلام ده؟ طبعا هنفتح قائمه ابيرنس، فانا هروح افتح عندي البانل بتاع الابيرنس، اتفتحت عندي بالشكل ده. اوكي خليني بس افصلها هي والجرافيك ستايل عشان هنحتاجهم. فانا دلوقتي عندي البانل بتاع الجرافيك ستايل وعندي البانل بتاع الابيرنس زي ما انتم شايفين كده. طيب انا دلوقتي خلصت التأثير بتاعي وعملت الشكل ده، عايز احتفظ بيه عشان استخدمه فيما بعد. اولا خلينا نعرف ان الشكل اللي احنا عملناه ده اسمه ستايل. انت دلوقتي كونت ستايل على الستريتور وعايز تحتفظ بالستايل ده عشان تستخدمه فيما بعد. فبمنتهى البساطة الموضوع سهل جدا، انت بتمسك الشكل بتاعك هنا تمام، وبتيجي هنا من الايقونة الصغيرة دي وبتقوم جاي ماسكه كده وسحبه كليك كليك اند دراج، وبتسحبه فين؟ بتسيبه جوه البانل بتاع الجرافيك ستايل. بص هو موجود معايا، اول ما اسيب ايدي شايفين الخط الازرق ده، معناه ان انا لما اسيب ايدي هيرمهولي او هيسيبه في المكان ده. اول ما بسيب ايدي نزله عندي بالفعل هنا، موجود عندي هنا اهو تمام. تعالوا برضو هاتوا التكست اللي انا عملته التأثير بتاعه، روح هنا اضغط هنا كليك وما تشيلش ايدك من على الماوس، وابتدي اتحرك ونزله هنا كده. طيب الناس اللي عندها مشكله في الكليك اند دراج، في ناس بتتلخبط او ايديها بتسيب في اي مكان تاني، ممكن بسهوله ان انت خليني ارجع كنترول زد، تعمل بس سيلكت كده وتروح هنا تقول له نيو جرافيك ستايل، وبيقول لك عايز تسميه ايه، فبتسميه زي ما انت عايزه، ممكن تسميه تكست، تسميه اي حاجه، وتقول له اوكي فنزل لك الجرافيك ستايل بتاعك هنا تمام. فده لو انت بس عندك مشكلة في موضوع السحب والدراج هنا، فتقدر ان انت بس كليك كده وتقول له من هنا نيو ستايل، فبيبتدي ينزله لك عندك. طيب حلو، هو نزله لي هنا اهو خلاص، ده الستايل بتاعي بتاع الدايرة، وده الستايل بتاعي بتاع التكست عندي. طبعا زي ما قلنا دبل كليك في اي وقت، وتقدر تسميه زي ما انت عايز. انا هسميه خيال كده اهو، مجرد ما اضغط عليه سموه لي خيال، وزي ما قلنا كليك رايت كليك بيقول لك ان ده التأثير بتاعك لو عايز تشوفه. خلاص انا همسح دول خلاص، ما عدتش محتاجهم. هروح دلوقتي ارسم اي شكل بقى. لو مثلا رسمنا شكل زي ده حلو، طبعا هو بياخد اخر تأثير، فانا رسمت شكل زي ده دلوقتي وعايز اديله الافكت اللي انا كنت عامله من شويه بتاع الدايره. الموضوع بسيط جدا، كليك واحده هتلاقيه طبق لك اهو الشكل بتاعك هنا. تقدر كمان تنفذه على التكست لو عايز، سلكت كده وبتضغط على الشكل بتاعك نفذ لي الخصائص بتاعته كلها موجوده عندي. فده الميزه اللي كانت او اللي انت قلت لكم ان انت تقدر تربط الجرافيك ستايل بالابيرنس،
سريعا نراجع اللي احنا قلناه عشان الناس ما تتوهش معايا. انا دلوقتي بعمل الابيرنس بتاعي عادي جدا، بدي التأثيرات بتاعتي عادي جدا، وبعد ما بخلص ببتدي في منتهى البساطة ان انا امسك التأثير بتاعي وامسك هنا واسحبه داخل الجرافيك ستايل. فانا كونت عندي ستايل خاص بيا، اقدر خلاص الستايل ده في اي وقت ان انا استخدمه على اي حاجة، بحيث ان انا ما اضطرش تاني لو انا احتاجته ان انا عايز ارسم وليكن مربع تاني في اي وقت او تكست، ان انا اروح واعمل كل التأثيرات دي من اول وجديد. لا، انت خلاص سجلته عندك، فبالتالي في اي وقت كليك على الستايل بيبتدي ينفذ لك نفس خصائص الستايل، بتتنفذ على الشكل الجديد اللي انت انشأته. فدي ميزة مهمة جدا، وزي ما قلنا اي ستايل هنا بتقدر من قائمة ابيرنس تعرف هو متكون من ايه، تعرف تشيل اللي انت عايزه. انا مش عايز مثلا التكتشر اللي جوه ده مش عايزه، ولكن انا عايز بقية التأثير. فبمنتهى البساطة انا عملت كده واخفيت التكتشر اللي كان في الفيل اللي جوه، وسبت التأثير اللي بره انا عايزه كده. عايز تكبر الدروب شادو اللي بره ده، تقدر في منتهى البساطة تشوف هو فين، هتقف عليه هتلاقي حاجة اسمها دروب شادو اهي، دبل او كليك واحدة هيقوم جاي فتح لك البانر بتاعه، تقدر تعليه او تزوده او تنقصه وهكذا. طبعا زي ما قلنا برضو بعد ما انا خلاص احتفظت بمجموعة الستايل اللي عندي دي، انا زودت عليها الاتنين دول اللي انا انشأتهم الدرس اللي فات، اقدر ان انا اروح هنا اقول له سيف جرافيك ستايل، هيقول لي عايز تسميها ايه. هو فتح الخيارة الاخيرة دي. كانت في ناس قبل كده بتسألني ازاي اقدر ان انا الغي ستايل انا كنت مسجلها قبل كده او احتفظ بيها. وانت البساطة نفس الطريقة، لو انت رحت عملت له سيف فهو اوريدي بيفتح لك البانة اللي انت سجلت فيها، فتقدر تمسك خيال وتمسحها لو انت مش عايز. انا مسحتها دلوقتي كليك وديليت من الكيبورد، ومسحت القديمة وسيف واحدة جديدة، خلي دي مثلا خيال 2 2. اوكي، تعالوا هنا بصوا، لو رحت تاني يوزر ديفايد لقيت الجديدة اهي، وشال لي خيال القديمة اللي انا محتفظ بيها، بحيث لو في بعض الناس سجلت جرافيك ستايل كتير او كانت بتجرب وقابلتها المشكلة دي، او مش حابة يعني يبقى عندها مجموعة كبيرة متسجلة عندها. بس ده كان درسنا النهارده بخصوص الجرافيك ستايل وعلاقته بالابيرنس، وازاي تنشئ جرافيك ستايل خاص بيك. وزي ما قلت لكم ان شاء الله يبقى في كورس خاص مميز جدا ان شاء الله، هنتعلم فيه ازاي نعمل شويه تأثيرات كويسه جدا بالتكست، بعد ما ناخد كمان معاها قائمه الافكت، ازاي نقدر نستخدم الافكت مع الابيرنس مع الجرافيك ستايل، التلاتة دول هنعمل بيهم علاقات حلوه جدا مع التكست. فان شاء الله تابعوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.